مرحبا بكم. اليوم الناس كل في قناة مساحة. كما تعرفوا سامي الوافي جاب خالتي عايشوشة حكيت وشوهت صورة رئيس الجمهورية، واليوم فيصل التبيني خرج وعمل فيديو عنده 3 أيام حكى فيه على العباد اللي معناه في الخفاء، اللي معناه تسير في سمير الوافي يحبوا معناه يشوهوا صورة رئيس الجمهورية. لكن اليوم سمير الوافي يخرج ويرد على فيصل التبيني ويكشف له أسرار وحقائق معناه في حياته الخاصة، ونشوفوا مع بعضنا شنو كتب عليه سمير الوافي. أيها النائب الأضحوكة الكراكوز، يا من تبرأ منك أهليك وأعضاء حزبك وأصبحت عارا عليهم، أهالي جندوبة تعرف سرقتك وأخرها تلك الضيعة التي تم استرجاعها منك بالقوة العامة، وتلك المرأة التي قدمت ضدك قضية خطيرة لكنك هربت منها إلى الحصانة، ستظل كراكوز المجلس وأضحوكة تلفزيونية نستدعيها للتسلية الناس وللترفيه عنهم بغيابك وجهلك، ولولا وقت الفراغ والملل في الحجر الصحي لما شرفتك بهذه الدقيقة التي بذرتها في الرد عليك. كما شفتوا ذي كان الرد متاع سمير الوافي، وقاعدين يفضحوا في بعضهم متجاوزات اللي قاعدين يقوموا بها، لكن الكل انفرد مستوى متحايلين وسقاط.